اتفضلي حاجة عرفي نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، انا ام حسن محمد احمد ومشهوره في جامع السيده زينب بام وائل، ومشهوره في جوامع اهل البيت على ان احنا بنحب ان من زوار اهل البيت. وهلا لقمه ديت كانت عامله نفسها من المتبرعين في الجامع، وست ان هي سيدتها خيره وبتعمل حاجات في الجامع، وجت بعد اللي كانت بتعمله في الجامع وحاطه صور، حاطه كاميرات في الجامع على اساس ان هي بتصور انجازاتها وبتاخد تبرعات عليها من الدول العربيه، ده اللي احنا سمعناه. وبعد كده هوت هدمت مقامين قبل الثوره، هدمت مقام سيدي العتريس وسيدي عبد الرحمن. احنا لما وقفنا على المقامين وبعتنا لوزاره الاثار وقلنا ان وزاره الاثار ديت هلا ازاي هلا لقمه دي ايه امكانياتها في البلد؟ مين هلا لقمه؟ هلا لقمه دي، هلا لقمه ديت ابوها عبد العظيم لقمه، ده كان من الاخوان، وكان عبد الناصر الله يرحمه كان طرده من مصر ورجعوا انور السادات بتفويض بتوسط من عثمان احمد عثمان، لان هي زوجة ابن عثمان احمد عثمان. حضرتك فاهمني حضرتك؟ وبعد كده هوت لما جت هدمت المقامين، احنا بعتنا لوزاره الاثار، وزاره الاثار بعتت مندوب على اساس يوقف الهدم. فالمندوب دوت لما جه راحت هي متصله بفتحي سرور، طبعا فتحي سرور كان تحت امرها في كل شيء. فتحي سرور لما اتصلت بيه راح متصل بزاهر حواز، وزاهر حواز راح موقف الهدم وراح ممشي مشي المسؤول، وهدمت المقامين على هذا الاساس. واحنا ما قدرناش نتكلم لان في الوقت ده كانت المعتقلات شغاله وكان كل واحد خايف على اولاده. فاحنا قلنا بعد نعم سنه كام؟ ما بقى له سنتين، السنه اللي فاتت يعني السنه اللي قبل جيجت فاهمني حضرتك. جت بعد الثوره هي كانت بتملي تقول ان هي هتعمل مقام السيده زينب زي مقام سيدي العتريس كده وتهده، طبعا احنا ما كناش مصدقين. فلما كانت قبل مقام سيدي العتريس لما المتهده شالت الفرشه بردك شويه بتاعته الاول، وبعد كده كانت بعديها هدمته. فوجئنا بيها بعد الثوره شالت الطرحه بتاعت السيده زينب وبعتتها في كيس زباله لوكيل الوزاره. طبعا احنا صرنا ووقفنا، وانا واحده من الناس اللي صاروا ووقفوا، قلت لها لازم تمشي من الجامع. عرضت عليا حج، وعرضت عليا عمره، عرضت عليا اي مبلغ مالي من شهري كل شهر عشان اسكت ما اتكلمش. لا خلاص، قلت لها انت لازم تمشي، ده مقام السيده زينب، ده احنا كلنا كل محبين، حتى المسيحيين بيجي يزوروا السيده زينب والمسلمين، انت مش مكان بتاعك انت الخاص، انت عايزه مجامع ليكي الخاص روحي اعمليه لوحدك. المهم من هنا لهنا راحت واخده بعضها وراحت بعته لمحمد الشرقاوي ده رئيس المباحث، راحت بعته الحاج ليه، بعتته خد الحاج، والحاج قال له لازم تصالحوا الست دي وتدخلوها الجامع، لان الست دي لو ما دخلتوهاش الجامع هتاذيكم. ايه هلا لقمه؟ هلا لقمه دي. فطبعا احنا فاكرين ان هلا لقمه نفوذها خلاص وقف لحد كده، لان حبيب العدلي كانت حاكم، وهي كانت من بتصحي حبيب العدلي من النوم وتقول له خلي يا حبيب رجالتك يشوفوا شغلهم، كان اسم السيده زينب ده شغال ليها هي بس. لو واحده شنطتها اتسرقت في السيده زينب وجت تتهم حنان البلطجيه دي، حنان البلطجيه دي مسجله خطر لحد الان دلوقتي، بتمسك الموس وتمسك وتاخد الفلوس من الناس غصب عنهم دلوقتي، لحد الان في الجامع فاهمني حضرتك. ونفوذها لحد الان شغال، انا لما بروح اي جريده هي بتوقفاني، اي جريده بروحها هي بتوقفاني بنفوذها وفلوسها. دي حاجه. تاني حاجه جت لما جيت انا وقفت لها، راح محمد الشرقاوي ده راح قايل للحاج كده، خد البطاقه بتاعت الحاج وحطها على الكمبيوتر، طلع اسامينا منها، فوجئنا بالجيش جاي ياخد ولادي وياخد جوزي، كانت حطاني انا كمان معاهم، بس الجيش سابني وخد العيال بس وخد الراجل. فلما جات واخدهم انا طلعت حكيت للظابط، قلت له يا حضره الظابط حصل كذا وكذا وكذا وكذا، راح قايل لي انت طيب، ده راح متصل بواحد كبير كده قال له ده الناس دولت مظلومين يا باشا ومعتدي عليهم، قال له طب انزل اعمل تحريات في الجامع وهات مسؤول، يعني تحريات في الجامع شوف الست دي مظلومه ولا لا. لما قلت له بتعمل تحريات ليه؟ انا اجيب لك مسؤول من الجامع، جبت له المسؤول عن الصناديق، مسؤول عن الصناديق اسمه شكري، معرفش اسمه شكري ايه، استاذ شكري ده، جبت له مسؤول عن الصناديق راح معانا وشهد ان مفيش اي حاجه تلفيات حصلت في الجامع. هي قالت ان احنا دخلنا ارهبنا المصليين ودخلنا عليهم، اتلفنا حاجات ب 10,000 جنيه في قلب الجامع وارهبنا المصليين ودخلنا عليهم بسكاكين ومطاوي والكلام ده زي فاهمني حضرتك. ابني دوت ما كانش موجود ساعه ما هم خدوا عيالي وجوزي، انا بعتت لابني شركه الكهرباء قلت له روح لهم عشان انت اللي ضربت يا اسامه. راح النيابه، في النيابه العسكريه الوكيل النيابه الله اعلم كان تبعها، راح ما لف لنا، بقيت اودي الشهود ما يرضاش ياخد بيهم الشهود من الجامع، جبت شهود المسؤول عن المخازن كلها بتاعت الجامع شاهد معايا، ومسؤول عن من وزاره الاوقاف شاهد معايا، ومسؤول عن الصناديق شاهد معايا، كل ده ما حدش خد بيه. وفي الاخر خالص الحكم بتاع عيالي طلع الساعه 2 بالليل بسبع سنين. طب اسمه ايه بقى من اول كده؟ اسمه ايه؟ اسمه وائل نبيل محمد سليمان، ده سنتين وابوه سنتين، نبيل محمد سليمان، وده اسامه نبيل محمد سليمان سبع سنين، وده محمد نبيل محمد سليمان سبع سنين، ده بكالوريوس تجاره، واساسا السنه دي عشان يجيبوا المعهد
غيبوه ثلاث مرات، وعربيه الترحيلات غيبته ثلاث مرات، وجه متاخر، والبكالوريوس ضاع عليه السنه دي. اتحكم عليهم ومحبوسين دلوقتي. وموزيين اثنين بقى، موزيين اثنين في برج العرب واثنين في دمنهور. لما اقول لك انا ما تعرفش المعاناه اللي انا بعانيها في السجون قد ايه، عملت شكوى في السجون وما تعرفش المعاناه اللي احنا بنعانيها في السجن دمنهور دوت، سجن قذر يعني ما اقولكش عليه عامل ازاي عندنا، بيعاملوا الناس كلهم كانهم مجرمين، ولا ليهم دعوه بان احنا مظلومين ولا ليهم دعوه، احنا بس عايزين نوصل صوتنا لاي حد يقف معانا. ابوهم ده حاجه اهو، ايوه الاسره دي كمان. ده الاب دوت عنده جلطه وعنده القلب وعنده السكر و و و و وبتاع دوت وتعبان. طب هلا لقمه دي فين دلوقتي؟ هلا لقمه دي بتتفسح في لبنان حضرتك دلوقتي. لان انا عملت دلوقتي جم الجمهوريه، جت صورتني وخدت الورق وخدت بتاع، اتصلوا بيها عشان يعملوا راي والراي الاخر. طبعا هقول لحضرتك بقى ان وكيل الوزاره واقف معاها لحد، لان وكيل الوزاره مرتشي محمد عبد الرحمن دوت، وشوقي سكرتير الوزير مرتشي واقف معاها، وعندك فؤاد برضك اللي هو الشيخ المسؤول عن الجوامع ده مرتشي واقف معاها برضك، كل دول واقفين معاها حضرتك. يعني هي هدفها ايه من كل اللي بتعمله؟ الفلوس طبعا. الفلوس، يعني احنا سمعنا انها واخده 5 مليون جنيه تبرع من واحد سعودي، و5 و2 مليون من واحد كويتي، وسامعين ان هي واخده ربع مليون من ليلى علوي، الله اعلم احنا بتقولها ليه الفلوس دي؟ بتقولها تبرع، ما هي عامله النت وبتوري الناس الانجازات اللي هي عاملاها في الجامع، حتى لما راحت الجمهوريه جايبه عامله كتالوج كبير كده بالانجازات اللي هي عملتها في الجامع، انها ست فاضله. انها ست فاضله. وعامله الزنب دوت ليه مجلس اداره؟ ليه مجلس اداره؟ ما مجلس الاداره ده هو اللي عمل لنا المحضر، يعني واحد منه اللي عمل لنا محضر، وكان مجلس الاداره كان عضو منه مين؟ رئيس المجلس كان فتحي سرور. كان فتحي سرور، وهي كانت تحت ايد فتحي سرور، كانت بتقول له يا بابا، قالت لي قبل ما عيالي يتحبسوا اهو ده اللي عمل لنا المحضر ومتصور مع فتحي سرور اهو، ده اللي عمل لنا المحضر، ده اللي خد 50,000 جنيه وعمل لنا المحضر، وده شاهد معانا لم تؤخذ بشهادته. ده شاهد معانا اللي هو في جنبه ده، وفتحي سرور اهو معاه.